أفاد مراسل النهار اليوم بأن 8 من أفراد قوات الحماية المدنية أصيبوا بالاختناق أثناء محاولتهم السيطرة على حريق كبير شب صباح اليوم بمصنع لشركة السويس للزيوت بالمنطقة الصناعية بالأدبية. وكشف مصدر مسؤول داخل الشركة عن احتراق نحو 1000 طن من المنتجات الموجودة داخل المخزن الرئيسي للشركة. قدرت الخسائر المبدئية للحريق ب50 مليون جنيه.